فيلمنا بيبدأ في أوضة مقفولة مفيهاش غير 8 أماكن وتايمر وإزاز عاكس للمراقبة، وكل مكان مكتوب عليه رقم المرشح، وبيتفتح باب الأوضة وبيدخل المرشحين التمانية وكل واحد بياخد مكانه وقدامه ورقة وقلم، وبعدها بيدخل الحارس ومع السلاح بتاعه، وبعدها بيدخل المراقب وبيتكلم مع المرشحين وبيقولهم إنهم صفوة الصفوة، وإن الشركة عارفة كل المصاعب اللي عدوا بيها، وإن واحد منهم بس هو اللي هيمشي من الأوضة ومعه عقد العمل في شركته، ولازم يركزوا في كلامه كويس لأنه مش هيعيده تاني، وبيبدأ يقولهم القوانين اللي يمشوا عليها للفوز بالمنصب في الشركة، وإن قدامهم سؤال واحد بس ومحتاج منهم إجابة واحدة عليه، وإنهم لو حاولوا يتواصلوا معاه أو مع الحارس هيستبعدوا، ولو بوظوا الورقة اللي قدامهم بقصد أو من غير قصد هيستبعدوا، وبيسألهم إن كان أي حد منهم عنده أي أسئلة فمحدش منهم بيرد، وبيكمل كلامه وبيوضح لهم إن قدامهم 80 دقيقة بس للإجابة على السؤال، والسؤال ده هو اللي هيحدد ال 80 سنة اللي جاية من حياتهم العملية، وإنه بيتمنى لهم حظ سعيد، وبيسيب الأوضة وبيمشي، وبيبدأ المرشحين إنهم يقلبوا ورقتهم عشان يجاوبوا على السؤال، لكنهم بيلاقوها فاضية، وما بيعرفوش هما المفروض يعملوا إيه، وبيفضلوا ساكتين وباصين لبعض، وكل تحركاتهم بتكون متراقبة بالكاميرا، لحد ما بتبدأ واحدة منهم تكتب في ورقتها إنها تستحق الوظيفة، وبيجي أمر للحارس من خلال سماعته إنه يطرد المرشح رقم 2 بسبب انتهاكها للقوانين، وبيتم استبعادها، وبيقترح عليهم المرشح الخامس إنهم يساعدوا بعض لحد ما يلاقوا السؤال أو يقدر يكتشفوه، وبعدها نبقى نتسابق على اللي هيحل السؤال صح، فبيتفقوا كلهم على مساعدة بعضهم، لكن بيعرض عليهم إن محدش يعرف اسم التاني لأن الشركة نفسها مش كاتبة أسمائهم على ورقة امتحانهم، وإن أكيد ده معناه إن الشركة مش عايزاهم يعرفوا اسم بعض. وبيبدأ المرشح الخامس انه يوزع عليهم اسماء حسب هيئتهم، وبيطلق على كل واحد اسم زي بلاك وبراون وبلوند وبرونت ودارك، وبيدي لنفسه اسم وايت، وبتفكر برونت ان ممكن يكون السؤال مكتوب بالحبر السري او بعلامة مائية، وانهم محتاجين ضوء معين عشان السؤال يبان، وكل واحد فيهم بيقوم يجرب ورقته على الكشافات يمكن يبان اي اسئله في الورقه ولكن بيفشلوا، وبتلاقي بلوند ان في كشافات مش منوره، وبيقترح دارك ان الكشافات دي للطوارئ، وبيبداوا يكسروا كل الكشافات اللي شغاله عشان كشافات الطوارئ بس هي اللي تشتغل، وبعد ما تنور وما بيلاقوش حاجه مكتوبه على الورقه برضو، وبيلاقوا ان في نوع اشعه مختلف تاني في الكشافات، وبيكسروا اللمض وبتتحول الاضاءه لاضاءه حمراء، وبيدوروا في ورقتهم على السؤال وما بيبانش، وبيبصوا على الوقت وبيلاقوا ان في تلت ساعه عدت، وبيلاقوا ان البنت اللي تم استبعادها ورقتها لسه موجوده، وان المراقب منع اتلاف ورقه كل مرشح، فبياخدوا ورقتها كتجربه وبيشخبطوا فيها يمكن السؤال يكون محفور، وبيقول لهم انه بيظن انهم في لعبه مش في امتحان، وان مجلس الاداره قاعد ورا الازاز العاكس، وبيتراهنوا علينا مين اللي هيكسب الوظيفه، ولكن دارك بتقول لهم ان مفيش حد بيراقبنا غير واحد بس اللي هو الرئيس التنفيذي، لانه بيحب يدير كل الامور في شركته وان محدش شافه قبل كده، وبيقول لهم وايت ان الشركه هي اللي عرضت عليه انه يتقدم للوظيفه، وان كل اللي كان في الاعلان انهم طالبين مستوى عالي من المسؤوليه، وقالوا الفوائد والمرتب، وانها لتصنيع احدث التقنيات الصناعيه، وبعدها تقدم ووصل للمستوى اللي هو فيه دلوقتي، وبيقول لهم بلاك ان مصادره هي اللي ساعدته في تقديمه للوظيفه دي، وبتقول له دارك ان كل اللي تعرفه عن الشركه ان من 10 سنين شباب كتير تعبوا وماتوا بسبب فيروس، لحد ما باحث طبي اكتشف علاج مؤقت زي المثبت لقوه الفيروس ده، وده اللي خلى شركته تحقق مبيعات ب 2 مليار دولار وانها في تقدم مستمر. وبتقول برونت ان لسه عندها فكره جديده، وبتروح تدور في جيوب الحارس اللي ما بيتحركش، وبتطلع من جيبه ولاعه فعلا، وبتقول برونت فكره ان الميه ممكن تساعد في كشف السؤال على الورقه، وبيلاقوا دفء من الكرسي بتاعه وراح ناحيه التايمر ومحدش بيهتم بيه، وبيقرروا انهم يشغلوا رشاشات المطافي بتاعه الميه عن طريق انهم يقربوا الولاعه من سنسور الحريق، لكن النار بتاعه الولاعه بتبقى ضعيفه جدا وما بتشغلهاش، وبياخد وايت ورقه برونت من غير ما حد ياخد باله، وبيلفها على اساس انها ورقه البنت الصينيه اللي استبعدت في الاول، وبتاخدها برونت وبتولع في ورقتها بالولاعه، وبيتم اطلاق الميه لكن مفيش تغيير بيحصل في الورقه، وبتبص برونت على مكانها وما بتلاقيش ورقتها، وبتفتح الورقه اللي ولعت فيها فبتلاقيها ورقتها هي، وبيتحرك الحارس وبيشيل برونت وهي عماله تشتم وايت، وبتطرد بره الاوضه وبيتم استبعادها، وبيتضايق بلاك وبيقول انه هيضربه لحد ما عيونه تتقفل، وبيتفاجئوا كلهم ان النور اتقفل، وبيقول لهم براون ان النور فيه خاصيه التفعيل بالصوت وانه بيشتغل بالامر، وبيرجع النور فعلا، وبيبص وايت لدف بيلاقيه بيعيط، وبيقرر انه يخليه يقطع ورقته عشان يخلص منه هو كمان، وبيزن عليه لحد ما بيخليه يقطع ورقته، وبيتحرك الحارس وبيطرد دف بره الاوضه وبيتم استبعاده، وبتقع نضارته منه، وبيقول لهم وايت انهم المفروض يشكروه على اللي عمله لانه خلى العدد يقل لخمسه، وانه كدب اما قال لازم نساعد بعض، لكن بلاك ما بيستحملش كلام وايت وبيضربه وبيغمى عليه وبيكتفه بالكرسي بالكرافته، وبيكون فاضل على الوقت نص ساعه، فبيقرر بلاك انه يرميه بره الاوضه عشان يتم
استبعاده، لكن بلوند بتحذرهم ان المراقب قال لو حد اختار انه يخرج بارادته من الاوضه هيستبعد، انما كده خروجه مش بارادته وده ممكن يحطهم في خطر، فبيسيبوه لحد ما بيفوق. واول ما بيفوق بيقول لهم انه محتاج العلاج بتاعه عشان ما يحصلوش مضاعفات، وبيعرف بلاك ان وايت مريض بالفيروس اللي كان السبب في وفاه ناس كتير، وبيدور بلاك على الدواء في جيب وايت وما بيلاقيهوش، وبيبدا يتشنج وايت ويتعصب ويقول لهم انه لو ما خدش الدواء هتحصله تشنجات وفقدان وعي وغيبوبه وبعدها موت. وبيدخ وايت وبيغمى عليه، وبتقول دارك ان وايت ممكن يكون مندس وسطهم من الادارة، لكن براون بيشك فيها وبيقول لها ان في حاجة اسمها علم النفس العكسي، وده بيستخدموا الجواسيس عشان يبعدوا عن نفسهم الشبهات. فبيكتفها في الكرسي وبيكون بلاك وبلوند واقفين بيتفرجوا عليها، وبيقرر انه يعذبها علشان تعترف باللي تعرفه عن الشركة، وبتقوله انها فعلا شغالة في الشركة لكنها بمجرد ان عرفت ان في وظيفة افضل من وظيفتها قدمت فيها زي الباقي. لكن براون ما بيكتفيش بكلامها وبيقرر انه يجرحها بحرف الورقة، وبيبدأ يسألها ايه هو السؤال، وبيكمل تهديد فيها ان الجرح الجاي هيبقى في عينيها لحد ما بيتأكد انها ما بتكدبش وانها فعلا ما تعرفش السؤال. وبيبدأ وايت يجيله تشنجات اكتر بسبب الفيروس اللي عنده، وبيضطروا انهم يفتشوا بعض عشان يعرفوا مين سرق العلاج بتاعه، وما بيوصلوش لحاجة لحد ما بتروح دارك وتبص في البنت براون اللي رماها من بقه، وبتلاقي فعلا انه خبى الحباية في اللبنة بتاعته. ولكن براون بيرفض انهم يدوا العلاج لوايت، وبتقع الحباية في مجرى المجاري وما بيعرفوش يجيبوها لان المجرى ضيق جدا. وبتترجى دارك الادارة من خلال الكاميرا انهم يساعدوا وايت قبل ما يموت، ولكن بكده بتكون خلفت قانون من قوانين المراقب وبيتم استبعادها، وبتقدر بلوند انها تجيب الحباية باستخدام بنسة شعرها وبتديها لوايت وبتنقذه قبل ما بيدخل في غيبوبة. وبيفكوه بيسألوه ايه هو السؤال اللي انت بتقول انك اكتشفته، وبيقولهم ان الموضوع مفهوش سؤال اساسا، وان الاختبار نفسه هو السؤال، وان احنا الاجوبة بتاعتهم. والمراقب قال اجابة واحدة معنى كده ان اللي هيتبقى مننا هو كسبان، وبيجري على الحارس عشان ياخد منه المسدس، وبيحاول بلاك انه يمنعه وياخد بلاك المسدس، وبيهدده انه لو اتحرك من مكانه هيضربه، ولكن المسدس ما بيضربش. وبيهجم وايت على بلاك وبيطعنه في كتفه بالقلم الرصاص، وبيحاول براون انه يهجم عليه، ولكن وايت بيقدر انه ياخد المسدس وبيعرف انه بيشتغل ببصمة الحارس بس، وبيروح للحارس وبيستخدم ايده وبيهددهم وبيقول لهم ان هو اللي هيفوز، وبيأمر براون انه يخرج بره الاوضة، وفعلا بيتم استبعاده. وبيجي دور بلاك اللي بيرفض انه يخرج برا الاوضة، وبتقوله بلوند انها تخرج برا الاوضة وتسيبه يكسب، لكنها بتقول النور انه يطفي، وبيحاول بلاك انه يستخبى، وبيضرب وايت عليه الرصاص وبيتفتح النور وبيكون بلاك اتصاب، وبلوند بتكون ما خرجتش من الاوضة. وبينتهي الوقت في التايمر، وبيروح وايت ناحية الازاز وبيكلم الادارة وبيقولهم ان هو الاجابة اللي هم عايزينها، لكن بيجي الحارس بيوريه ساعته وبيكتشف ان الوقت لسه كان فاضل فيه 20 ثانية، وانه تم استبعاده لانه كلم المراقب وخالف القوانين. وبيفتكر وايت في اول الوقت اما ديف قام وراح ناحيه الساعه ومحدش اهتم باللي عمله، وطلع ديف انه سرع وقت الساعه بحوالي 25 ثانيه كنوع من الخدعه. وبينتهي الوقت الحقيقي وبيبان المراقب من ورا الازاز، وبيطرد وايت من الاوضه. وبتروح بلوند تاخد النضاره لوايت من ديف وتستخدمها كعدسه مكبره، وتدور في الورقه بتاعه ديف على اي سؤال فيها، وبتشوف ان مكتوب فيها السؤال الاول بخط صغير جدا، وبتحاول انها تفتكر كل اللي حصل وايه الاسئله اللي اتسالت من لحظه دخولهم الاوضه. وبتلاقي ديف داخل عليها هو والمراقب، وبتروح للمراقب وتقول له ان اجابتها هي لا، ما عنديش اي اسئله، لان ده السؤال الوحيد اللي ساله المراقب اما خلص قوانين الاختبار، لكنها دلوقتي هي اللي مش هتقبل بالوظيفه قبل ما الاسئله اللي عندها يتجاوب عليها. اولها مين هو ديف، وبيقولها المراقب ان ديف هو رئيس التنفيذي للشركه، وبتساله هل قرار التوظيف مهم او لدرجه انهم يضحوا بحياه شخص، وبيقول لها ايه اللي مخليكي متاكده انه ميت. وبتروح بلوند تطمن عليه، بتلاقيه بيتنفس وما بتلاقيش اي اثر للرصاص في جسمه، وبيقول لها ان الرصاصه فيها اخر اكتشاف ليهم، وهو التجديد السريع للخلايا، وانها للعلاج مش للقتل، وانها هديه للملايين، عشان كده اللي يتوظف في الشركه لازم يكون حكيم. وبيفوق بلاك من الاغماء اللي كان فيه، وبتروح بلوند لديف وبتقول له انها موافقه على القبول بالوظيفه. الفيديو ده كتبه يوسف ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود مجدي. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسينة عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه. سلام.